تعالوا نروح للنادي الاهلي وزميلنا فاروق صلاح المتالق دائما يعني واحد من المراسلين الشطار جدا من مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان يقول لنا ايه الاغواء في التدريب قبل التدريب دلوقتي لسه التدريب ما بداش يا فاروق مش كده؟ برحب بك يا عبد الرحمن وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. تقدر تقول دقايق وهيبدأ تدريب الفريق النادي الأهلي طبعا بعد الراحة اللي منحها مستر كولر للاعبين عقب العودة والانتهاء من معسكر عجمان اللي أقيم في الإمارات العربية المتحدة اللي كان من خلاله في مجموعة من الأهداف قدر يحققها الجهاز الفني سواء يعني تقدر تقول الاستفادة من عناصر لعيبة ناشئين كانت موجودة معنا في المعسكر أو طبعا عودة بعض اللعيبة المهمة جدا اللي شفناها في الفترة الأخيرة بنشوف كريستو بنشوف وسام ابو علي ومدن سجامو. كان المعسكر تقدر تقول عبد الرحمن نقطه مهمه جدا ان في بدايه تعاقد النادي الاهلي مع وسام ابو علي يكون بدايته بمعسكر بيدخل في الاجواء سريعا بيتعود على اسلوب ونظام النادي الاهلي. فالنهارده طبعا دقائق كده وهينطلق تدريب النادي الاهلي اول تدريب عقب العوده من الامارات. طيب فاروق اللعيبه الناشئين الجداد اللي انضموا للقائمه الافريقيه في اهتمام معين من مستر كوبر بيهم، اشرح لي كده هل بيجتمع بيهم بشكل شخصي؟ هل بيتكلم معاهم لوحديهم؟ اللعيبه الخبره بتديهم خبرتهم ازاي؟ يعني خليني اقول لك عبد الرحمن في هذا الامر ان مستر كولر قبل المعسكر بالتحديد معسكر الامارات اجتمع مع اللعيبه الناشئين اللي كانوا موجودين معاه في التدريبات في التتش قبل التوجه الى معسكر الامارات، اجتمع مع اللاعبين وقال لهم الفرصه في فريق زي النادي الاهلي ما بتجيش كتير، لازم تستغل كل دقيقه تستغل كل ثانيه، انتم مش محطوطين في فتره تقييم او اختبار، لا انا عايز كل لعيب فيكم يلعب كورته اللي بيلعبها مع الناشئين بدون ضغوط، اغلط وانا هصحح لك اخطائك، عقد اكتر من محاضره فيديو مع اللاعبين بيصحح لهم اخطائهم. النهارده طبعا موجود اللعيبه طبعا اللي انضمت خلاص يعني او تأيدت فيه القائمه الافريقيه للنادي الاهلي، سواء طبعا اللعيب انت بتتكلم على حازم جمال اللي كان موجود معنا في المعسكر، محمد عبد الله، ابراهيم عبد الحكيم، اسلام عبد الله، مصطفى ابو الخير، مجموعه هؤلاء اللاعبين اللي يعني شفناهم في معسكر الامارات، ايضا الى جانب اللاعب احمد عبدين واحد من اللعيبه اللي كانت ظاهره بشكل مميز جدا. عايز اقول لك النهارده برده عبد الرحمن على هامش التدريب للفريق اللي اليوم اللعيبه الكبار دايما بتحتوي اللعيبه الصغار في النادي الاهلي، في حاجات جوه النادي الاهلي سواء بتلاقي عبد الرحمن لعيب الناشئ ما بيحسش ان هو غريب على النادي الاهلي، بيحس ان هو لا يعني اللعيبه الكبار مقربه المسافات مسهله الدنيا على اللعيبه الصغار، اللعيبه الصغار عندها تقدير واحترام لكباتن النادي الاهلي. يعني بنشوف ايضا يوسف سيد عبد الحفيظ كان بيظهر بشكل مميز وايضا انضم الى القائمه الافريقيه. عايز اقول لك ان مستر كولر منح اللعيبه الدوليين يعني العائدين من كاس الامم الافريقيه بعد مشاركة مخيبة للأمال للمنتخب المصري يعني منحهم راحة سلبية للاعبين مش هيكونوا موجودين في التدريبات اليوم. عايز أطمنك أيضا أن النهاردة من المنتظر أن يشهد التدريب عودة خالد عبد الفتاح، كريم ندفد، من المنتظر إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم يبدأ بقى اللعيبة المصابين في النادي الأهلي تاخد أجزاء في المران الجماعي. أنت بتتكلم على رضا سليم، بتتكلم على أحمد عبد القادر، بتتكلم على أحمد دبيل كوكا، على محمود متولي، يبدأوا يكونوا وياخدوا أجزاء من المران. وخليني أجزم لك هذا الأمر، أكد لك جاهزية هؤلاء اللاعبين لمباراة شباب بلوزداد إن شاء الله اللي هتكون أول مشوار للنادي الأهلي بعد الاستئناف المسابقات، هيبقى أول لقاء لقاء شباب بلوزداد، المباراة الصعبة جدا اللي نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الأهلي. شكرا فاروق صلاح، يعني دايما أخبار وفية وتغطية وفية دايما في وجودك في أي مكان سواء في النادي الأهلي في الجزيرة أو في حضورك في بعثات النادي الأهلي. شكرا فاروق، طبعا من المميزين الحقيقة يعني في كرو قناة النادي الأهلي.